في هذه اللحظات والخبر جاني على التليفون دلوقتي، أنهى النادي الأهلي الحصول على الاستغناء الخاص للاعب دولي مهم، فوكس، لاعب نادي الشمس، لاعب 2000، اسمه ايه؟ سيف هاني. سيف هاني؟ وهو لاعب بطل سيف عالم. هاني علي رشيد. ده جواب الاستغناء مش كده؟ ايوه ده جواب الاستغناء. وفي صوره اظن لو لا واقف اهو، تمام، الشاب الوسيم اللي جنب اسامه ابو زيد رئيس النادي، رئيس نادي الشمس. احنا بقالنا اكتر من شهر ونص بنشتغل في الموضوع ده، لان طبعا في اكتر من جهه لازم توافق، من ضمنها اتحاد كره اليد، والناس يعني وافقوا وبلغوا الاستاذ اسامه. واعتقد ان لو عايز تفاصيل بقى اطلب رؤوف يقول لك ايه. فانجزت هذه الصفقه يعني الاستاذ، يعني فوكس صفقه الهاندبول الاخيره مش كده؟ لا مش الاخير، مش الاخير. ما تنتزعش بقى بطريقتك مش معقوله دي، ما اديتك الخبر عايز ايه تاني؟ لكن هي خطوه مهمه في دعم المستقبل كمان. يعني اللعيب كان مهم في المنتخب، والنادي الاهلي يعني فعلا فعلا حاطط امكانيات تقيله جدا 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 السنه دي في الالعاب الاخرى بخلاف كره القدم. صرف صرف يعني. يعني انت بتجيب دلوقتي لعيب الهاندبول زي قرب من الكوره. او الباسكت، او الباسكت بسم الله ما شاء الله، ديك شايف الفرقه ماشيه عامله ازاي. ايوه يعني الحقيقه يعني في شغل كتير، والقطاع الرياضي ماشي كويس لحد ما جاب لنا الكابتن رؤوف يطمنا بنفسه ان الامور كلها خلصت.